قناة وصفحة. بكل سرور تقدم لكم هذا الشرح. يا اهلا بكم، مساء الخير صباح الخير حسب كل واحد، ازيكم؟ وحشتوني كتير. انا معلش مقصر معاكم في الشروحات وتنزيل بعض الحاجات اللي بتفيد الناس، وقطعنا عليكم في القناة هنا وعلى الصفحة، ومشاغل الحياة خدتنا شوية، بس الفترة اللي جاية ان شاء الله هنحاول مع بعض ندي حاجات مفيدة اكتر ما هي دروس كورسات، يعني على قد ما نقدر حاجات مفيدة تفيدكم انتوا بقى حقكم عموما بالنسبة للتطبيقات وكده. انا دلوقتي معايا جهاز اندرويد، وعاوزين كان اصدقائنا على الصفحة، انا كنت بنزل من موقع اجنبية بعض البرامج اللي هي البرون المعمول لها كراك او مكسورة الحماية للاندرويد، فللأسف الشخص اللي هو رفع الحاجات دي رفعها على موقع في كابشن. الكابشن نشكر ربنا ان هو مش بندخل اكواد ولا اي حاجة، يدوبك هي العلامة بس بنعلم عليها انك مش روبوت وخلاص. فبعض الاصدقاء لقوا صعوبة في التحميل التطبيقات دي، منهم مثلا منهم تطبيق اللي هو سمارت لانس برو ودي لينجو، برضو النسخة اللي هي تعليم اللغة، دي اللي احنا هنتعامل عليها، هيكون موقع واحد بيرفع عليه، فهناخد مثال بس عشان ما نطولش، ونشوف دلوقتي مع بعض طريقة التحميل ازاي. دلوقتي هفتح الجهاز اهو. الرابعة مساء وتسعة، تم الغاء قفل الجهاز. رابط تم مشاركة HTTPS تحميل تطبيق Duolingo النسخة المدفوعة مجانا. لم خط علم اللغات ال HTTPS ده موجود عندنا على الصفحة. رابط تم مشاركة Download Duolingo Premium Build 9. هنضغط عليه كده. فيسبوك اغلاق المتصفح. تمام. النقر مرتين للتفعيل. هو فتح اهو. ايه بقى مش هنحمل من هنا. هو كده فتح ايه؟ جوه المتصفح بتاع الفيسبوك. لا احنا مش هنحمل من هنا. احنا هنعمل حاجة كويس. هنرجع لفوق. نطلع لفوق. خيارات اضافية. هنروح للخيارات الاضافية دي. ونقول له افتحوا. افتحوا لنا على كروم. ارسال في اعراض العناصر نسخ الرابط فتح في كروم. تمام. ولو مش عندك افتح بواسطه الصفحات الرئيسيه. تمام. بعد ما فتحنا الرابط على جوجل كروم هنسحب لغايه فري داونلود. تمام. يلا بعد كده سوبر فاست بريم باب انستال نورمال داونلود فري داونلود نورمال داونلود سبيد. ماشي نورمال يعني نازل بالسرعة العادية اللي هي الفري. فري داونلود. نقول له فري. النقر مرتين. نضغط هنا. 20% 100% داونلود دولينجو بريميوم بيلد 979 اب. لوجو. كده. كم بابل. هيقول لي البيانات بتاعة الملف دلوقتي. Scratch and learn. Install. You have HT 17.3 MB. دي المساحة بتاعة 17 وكسور. Duolingo Premium V4.75.3 underscore build underscore 900 الفيرجن واسمه Uploaded on 2020-08-60 الرفع Size 17.3 MB. تمام. المساحة تاني Downloads 1 times والداونلود كم واحد نزله مرة واحدة. Download لم يتم الخصوصي لم يتم التحديد تطلب التحقق لم يتم التحديد تم التحقق منك انا لست برنامج روبوت بس. تم التحديد create download link هنقوله كريت داونلود 23% 100 100
في المئة. ميجا فور اب فري فايل ستورج. حلو الكلام. اهو لغاية هنا الدنيا حلوة خالص. بعد كده لو ضغطنا على الكليك هير داونلود هي اللي هي اللي بتطلع لنا المشاكل كلها. لوجو. تعال نروح بقى نحل المشكلة اللي هنا دي. سايز يوتيوب فيسبوك نسحب upload نسحب free record share facebook twitter vk google tetra 1115 breast pb pre dash and vote premenstrual syndrome breast cancer perimenopause breast cancer is the breast pb pre dash and vote premenstrual syndrome breast cancer perimenopause breast cancer a custom scroll to click here to download click here انا مرتين للتفعيل download تمام عشان تنزل الملف تمام احنا هنعمل حاجه واحده هنضغط نضغط ضغطتين والثانيه مطوله الفتح في علامه تبويب جديده هو بيقول لك هتفتح بقى ايه في فتحه تبويب جديده الفتح في علامه تبويب تصفحه متخفي ولا في صفحه متخفيه انا بختار دي دايما اللي هو التخفي تمام علامه تبويب التصفح المتخفي اغلاق كفه علامه تبويب الكروم 100 في المئة. قد يلحق هذا النوع من الملفات الضرر بجهازك. هل تريد الاحتفاظ به؟ تمام. بعد ما ضغطنا عليها ضغطة مطولة وضغطنا الاختيار ده هيطلعنا ان هو قد يلحق الملف ده زي اي تحذير عادي. اغلاق الغاء موافق هسحب من اليمين للشمال او شمال اليمين حسب الجهاز واقوله موافق جار التنزيل نتابع هو بيعمل ايه الصفحة الرأي وضع التصف واحد علامة تبويب مفتوحة يرجى النقر لتبديل علامات التحديث متاح زر Duolingo Premium V4.75.3 underscore build underscore 979.apk فتح النقر مرتين للتفعيل انت ممكن تفتحه من هنا وتثبته على طول اما تروح بقى اما نروح من الملفات المنزلة وتلاقيها هناك يعني حسب ما انت عاوز وبكده ان شاء الله تكون الطريقة واضحة شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء